بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 41 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم على نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 87 بعد 206,000. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار حا قال: وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك. المصريين يقول لك فلفل، اللغة العامية المصريين يقول لك فلفل، لكن هي فلفل، الفصيحة فلفل والعامية فلفل، كويس. أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ألا تخفي مرتبته مرتبة سائر الأنبياء لعلو مرتبته، لأن النبي لما كان عالي المرتبة وفاق الأنبياء في المراتب خاف النبي أن تخفي مرتبته مرتب سائر الأنبياء، فكان لا يألو جهدا كلما ذكر نبي أن يذكر له فضيلة حتى لا يخفت أنوارهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو خير البرية مطلقا، لكن أراد أن يظهر فضيلة سيدنا إبراهيم وقت ظهوره، أنه كان وقت ظهوره هو خير البرية، يعني كأنه بيقول له: فكرتني يا خير البرية، ده إبراهيم لما كان إيه في وقت بعثته، فهو خير البرية وقت بعثته. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن تغطي مرتبته على سائر المراتب صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تنسى الناس بفضائله فضائل غيره، لأن الله كما من على نبينا من على غيره، لا شك أنه من على نبينا أكثر ما من على مخلوق من الخلق، إلا أنه أيضا يقول رسول يريد رسول الله ألا ينسينا بمرتبته مراتب الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وكأنه قال: ذكرتني، ذاك إبراهيم أبي، كان أيضا خير البرية في عصره، أما نبينا فهو خير البرية في كل عصر صلى الله عليه وسلم. وعن أبيه قال: وحدثناه. والمفسرين بقى احتاروا في التفسير ده، لكن خد التفسير اليسري ده يريحك، لكن لما تقرا تفسير المفسرين يقول لك: ده قال ذلك قبل ان يعلم انه هو خير البرية. ايه اللي قبل ان يعلم ده؟ ما تصحش. قال النبي قال كده لما كان متصور ان ابراهيم افضل منه، وبعد كده لما ربنا اعلمه لا انت افضل من ابراهيم، فقال انا سيد ولد ادم. ما ينفعش الكلام ده، لا يليق، فهمت ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يعطي كل نبي مرتبته، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما قرأناه قبل كده قال: تفلت علي شيطان البارحة أراد أن يفسد علي صلاتي، وفي رواية: ومعه جمرة من نار يريد أن يحرق بها وجهي. قرأنا الحديث ده: فأمسكته بيدي وخنقته حتى شعرت ببرد ريقه على يدي، وهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد،
يعني كأن ربنا أقدره على ذلك كله. إلا إيه اللي منع النبي إيه؟ وهممت أن أربطه في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إنك أنت الوهاب، فتركت. مراعاة لمرتبتي سيدنا سليمان، وكمان إيه؟ علشان يتحقق بإجابة دعوتي فلا ينافسه على دعوته. يبقى النبي كان لا يحب أن يغطي بمرتبته مراتب سائر الأنبياء، عادته كده. وعشان كده لما قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، كأنه قال ذكرتني ذاك إبراهيم أيضا كان خير البرية في مرحلة من مراحل البشرية، عندما بعثه الله كان هو خير البرية على الإطلاق في هذه اللحظة، في لحظة بعثته وظهوره. أما في عالم الروحانية وأيضا في عالم الجسدية وفي كل العوالم فالنبي هو خير البرية على الإطلاق. وعشان كده ليس كل تفسير لحديث النبي تلتفت إليه، لأن التفسير اجتهاد العلماء، والعلماء قد تجتهد وتخطئ وقد تجتهد وتصيب، فنحن لسنا ملزمين بتفسير العلماء مطلقا، لكن نلزم بالتفسير الذي يكون موافقا لكل المراتب ولكل الأحوال. إنما ما يجي يفسر لك يقول لك قال كده علشان ما كانش يعرف وبعد كده بقى عرف، ده تلاعب ما يصحش. فهمت إزاي؟ هذا تلاعب لا يصح. فهمت بقى؟ لا، ده النبي عارف على طول. النبي يقول انا اعلمكم بالله، عارف على طول، مش فوجئ كده ان هو ربنا قال له لا ده انت خير الناس وكان فاكر نفسه انه مش خير الناس. لا، ده هو عارف انه خير الناس، ولولا ان الله امره بالبلاغ لتواضعه ما اخبر الناس انه خير الناس، لانه قال انا سيد ولا دم ولا فخر، يعني لا اقولها فخرا لكن اقولها بلاغا لكم حتى تعلموا، يعني لا اقولها من باب الافتخار والتجبر والتعالي عليكم، ولكن ذلك فضل الله امرني ان اخبركم به، واما بنعمه ربك فحدث. ولولا ذلك ما اخبر النبي وتركنا لنجتهد فنستنبط انه خير الخلق دون ان ينص، لانك تستطيع ان تستنبطها من القران. الله يقول اكرمكم عند الله اتقاكم، والنبي بيقول انا اتقاكم لله واخشاكم لله، يبقى هو اكرمنا عند الله، خلاص انتهت. فممكن تستنبطها، الا ان النبي لم يتركها تستنبط، بل امر ان يقولها واضح، فقال انا سيد ولد ادم ولا فخر. ومع ذلك كان يريد الا يغطي بمرتبته مراتب سائر الانبياء، فاراد ان يوضحها في كل لحظه وفي كل حين، وكل ما تيجي فرصه، واخد بالك ازاي، يوم ايه يعني مره واحد قال له ايه يا اكرم الخلق، قال اكرم الخلق يوسف، انه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عشان ما ينسناش نسب يوسف، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. فهمت ازاي؟ كل ده حتى لا تغطي مرتبته مراتب سائر الانبياء، حيث انه كان كالشمس اذا ظهرت تخفي الكواكب، فاراد نبينا صلى الله عليه وسلم الا يخفي بنوره انوار سائر الانبياء صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال سمعت أنسا يقول قال رجل يا رسول الله بمثله. وعن أبي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. أول من اختتن من البشر كان سيدنا إبراهيم، فيبقى ختان الذكور سنة إبراهيمية، سنة إبراهيمية. ومتى أمره الله بالاختتان؟ أمره بالاختتان وهو ابن 80 عاما، والاختتان في هذا السن مؤلم جدا بغير مخدر، ولا يوجد تخدير في زمنه، إلا أنه كان قوي في تنفيذ مراد ربه، فختن نفسه بنفسه حتى لا يظهر عورتها ولا غيره بالقدوم
أي بآلة القدوم أو بالقدوم موضع في الشام، فاختلفوا هل بالقدوم أي بمكان يسمى القدوم أو اختتن بآلة تسمى القدوم. فهذا يدلك على قوة إبراهيم في تنفيذ أوامر رب. يأمره بذبح ابنه يقول سمعنا وأطعنا، يذبح ابنه. يأمره بأن يختتن ما يعتذرش يقول يا رب بس أنا راجل كبير مش هستحمل الألم. يعني ممكن يقول كده أنا راجل كبير مش هستعمل الألم، لما يجي لي أطفال أختنهم إن شاء الله بعد كده، أو الطفل مش هيتحمل، إنما أنا راجل كبير قلبي ما يستحملش ضعيف. ما يقولش كده الأنبياء، ما تقولش كده الأنبياء أقوياء مع كمال الشفقة والرحمة. عشان كده لما ربنا أمره مثلا إن ياخد ستنا هاجر وابنه إسماعيل يوديهم أرض الحجاز وهي أرض مقفرة لا زرع فيها ولا نبات ولا ماء ولا حاجة خالص، صحراء قاتلة كأنه حيرميهم يموتوا، لكن الله لما أمره علم أن الله سوف يجعل لهم مخرجا، فانصرف بهم من الشام مسافرا إلى إيه؟ إلى أرض مكة. فتقرأ في السيرة يقول لك إيه؟ كان يسير أمامهم ولا يلتفت، مش عايز يلتفت يشوفهم. طب ليه لا يلتفت؟ علشان قلبه ما يحنش، يوم ايه يرق طبعه بسبب رؤيته لابني اسماعيل وامنا هاجر، يوم ايه يتغازل عن تنفيذ امر مولاه، لا يوم لا يلتفت يعني لا ينظر حتى لا يتعاطف، حتى لا يتعاطف، فتمنع عاطفته العاديه من تنفيذ. ادي عله ليه لم يلتفت. ما حدش من المفسرين قالوا ليه لم يلتفت، اما تيجي تعرف التفاسير يقول لك او يذكروها كده لكن ما قالوش العله. انا اقول لك العله، لانه اذا التفت رق، واذا رق ضعف، واذا ضعف لا يقوم بامر ربه. فهمت بقى الامر؟ لانه هو كان سيدنا ابراهيم ده لما تفك اسمه اب رحيم، اب رحيم، ادي ابراهيم معناها ايه؟ اب رحيم، حطها ببعض كده تطلع كلمه واحده اسمه ابراهيم. فلا يكون خلقه الله على هذه الصورة وقلبه مملوء رحمة، وبعدين يقول له ارمي ابنك وهو قد أوتي هذا الابن وهو عدى 100 من العمر، يكون الابن في هذه الحالة كمان يعني ايه أشد تعلقا، الأب يكون أشد تعلقا بابنه في هذا السن كلما كبر وعانى الحرمان من الإنجاب لحد ما بقى عمره 100 سنة، وعين ربنا يديله ويديله مش اي ابن، ابن معوق ولا ابن فاسد، لا ده مديله ابن نبي كمان، يعني مديله ابن وذكر ونبي. شوف كل ده يزيد تعلقه بيه ومحبته له، وبالرغم كده يقول له روح ارميه في الصحر، صعبة لكن كان قويا، يعني كمان ابعده ما يعيش معاك. شوف انت بقى الواحد اما يرزق ابن وبهذا التعلق وقلبه مملوء رحمة يبقى عايز يشوفه كل يوم، يقول له لا ده هيتربى بعيد عنك مش هتشوفه كل يوم، يحرم حتى من رؤيته ويرميه في مكان يا ريت مكان آمن، لا مكان كله هلاك. عشان تعرف ان سيدنا ابراهيم ده ان ابراهيم كان أمة. ربنا بيقول ايه؟ واذا ابتلى ابراهيم بكلمات فأتمهن قال اني جعلك للناس امام، كن امام، والامام جعل الهي، الإمامة جعل إلهي مش جعل بشري، مش احنا اللي هننتخب منا إمام، ما ينفعش، الإمامة ده جعل إلهي. فاهم؟ الصحابة مين اللي بيتقال عليه إمام فيهم؟ سيدنا علي بس، لأنه ده جعل إلهي. الإمام علي، قلنا الإمام أبو بكر، قلنا الإمام عمر، قلنا الإمام علي. فهمت بقى ازاي؟ فالإمامة جعل إلهي، إني جاعلك للناس إماما أي يقتدى بك، تصير أمام الناس في كل أي أمر من أوامر الله عز وجل، تكون أول من تنفذ. فابتلاه بإيه؟ بهجران ابنه وتركه في مكان بعيد فأتم هذا الأمر. ثم بعد ذلك لما كبر ابنه كمان، بعد ما كبر ابنه فرح بيه بقى وراح يزوره، يقوم ربنا يقول له إيه؟ اذبحه، يروح يذبح. حاجة غريبة سيدنا إبراهيم، والغريب أنك أنت إذا قسته بمقاييس القلب البشري المعتاد، لكن ده قلب نبي، لما تعرف أنه قلب نبي تقوم تصدق بقى أن ده كل ده يحصل.
فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده لما ربنا قال له اختتن وعنده 80 سنة، لو قال لنا احنا هنعتذر، يا رب انا ضعيف، انا انسان ضعيف هستحمل الالم، لما يجي لي اولاد تاني ان شاء الله، ان شاء الله يعني لما يجي لي اولاد ابقى انا اخدتهم وهم اطفال خلاص، واعتذر واذبح لي عجل كده ووزعه لله علشان ربنا يرضى عني. واخد بالك؟ نعمل احنا اهل الاعتذار احنا، لكن سيدنا ابراهيم اختتن يا ابراهيم، ختن نفسه بايده، حاجه عجيبه، سبحان قوه الانبياء. فهمت ازاي؟ فرضي الله عنهم جميعا وصلى الله عليهم جميعا. وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما كانت هذه الآية في ظاهرها قد توحي لغير عميق الفكر أن إبراهيم شك في قدرة الله على إحياء الموتى، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذا الاحتمال، فقال إذا كنا نحن، ويقصد بنحن هنا أمته مش النبي، يعني نحن يعني أيها المسلمون أولى بالشك منه، إذا ظننا أن إبراهيم شك في إحياء الموتى، إذا كنا إحنا وإحنا مش أنبياء، بيتكلم على أمته، لم نشك أن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى، فكيف تظنون أن إبراهيم سأل هذا السؤال شكا؟ فإبراهيم أبعد عن الشك عند سؤالي هذا السؤال بالقياس لكم وأنتم في مرتبة أدنى منه، فإن كنتم في مرتبة أدنى منه ولم تشكوا فيكون سؤاله ليس شكا، من باب أولى. فهم؟ وعلشان كده نحن والنبي هنا خارج من الضمير، يعني أمتي، أمتي أحق بالشك من إبراهيم وأمتي لم تشك والحمد لله، فكيف تظنون أن إبراهيم عندما قال أرني كيف تحيي الموتى كان سؤال شك؟ هذا ليس سؤال شك، هذا سؤال إدلال على الله، يريد أن يتعلم من الله، يعلم من الله أن له مرتبة يريه ما لا يريه لغيره، أن ينتقل من العلم بأن الله على كل شيء قدير إلى معاينة قدرة الله على إحياء الموت بعينه، فينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وعلشان كده قال بلى ليطمئن قلبي، أن ليطمئن قلبي إلى أنك تجيبني فيما لا تجيب فيه غيري وتريني ما لا تري غيري. فالسؤال هنا لإبراهيم حتى إدلالا على الله، ليستدل على مقامي عند الله فيطمئن قلبه أن الله سبحانه وتعالى ينفذ له ما لا يعطيه لغيره ويخصه بما لا يخص به غيره. قال أولم تؤمن، أي أولم تؤمن بمرتبتك عندي واتخذتك خليلا، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي لأزداد إيمانا، فأنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، أو أولم تؤمن بمقامك عندي، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. مش سيدنا لوط بيقول إيه؟ آوي إلى ركن شديد، يبقى الركن الشديد اللي هو الله، الاعتماد على الله. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو كان لي قوة، ربنا اداني قوة كنت واجهتكم، ولكن أو هنا بمعنى لك، ولكن أنا آوي إلى ركن شديد وهو الله. فهم؟ ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وده برضو من باب التواضع لبيان مقام سيدنا يوسف وصبره على قضاء الله. فسيدنا يوسف لما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن، ما رضاش يجيب الرسول ويخرج على طول، يريد ان يخرج مع بيان براءته، لا يخرج بالعفو ويبقى كان مذنبا ثم عفى عنه، لا، هو يريد ان يخرج مع اظهار براءته،
فلم يجب الرسول أول ما جاءه، قال لا أخرج حتى تظهر براءتي وتعلموا أنكم ظلمتموني وأني لا أستحق السجن أصلا. فهمت إزاي؟ فالنبي بيبين لك كيف أن الأنبياء عندهم حلم وعندهم صبر على قضاء الله، فأراد أن ينبهك إلى هذا المعنى وإلى هذه اللفتة. فقال صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني الإنسان المعتاد، أما النبي صلى الله عليه وسلم فصبره أكثر من يوسف وحلمه أكثر من يوسف، لكن أراد أن يبين مرتبة سيدنا يوسف صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثناه إن شاء الله عبد الله ابن محمد ابن أسلام قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إنه آوى إلى ركن شديد. يغفر الله للوط مش معناه أنه قصر، يعني يغفر الله للوط يعني معناه يرفع درجته. يبقى السؤال هنا لأنه ليس له ذنب، لأنه نبي معصوم، يبقى يغفر الله له يعني يرفع درجته. إنه آوى إلى ركن شديد، لأن قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد كأنه فقد الحيلة. توحي الآية بظاهرة أنه فقد الحيلة، لكن الآية مش معناها كده. ده هو الآية بيقول إننا طالما ليس لي قوة من البشر فسوف آوي إلى ركن شديد وأعتمد على الله ثقة في الله. فهمت إزاي؟ فهذه المعنى. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات. ولم يكذب هنا ليس بمعنى الكذب المحرم، ولكن لم يكذب هنا يعني على سبيل التعريض، يعني يكون كلام يفهمه من يسمعه على خلاف الواقع، وهو تكون على سبيل التعريض. قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، ثنتين في ذات الله، قول إني سقيم وقول بل فعلوا كبيرهم هذا. يعني إيه؟ دفاعا عن التوحيد، يعني في ذات الله هنا دفاعا عن توحيد الله. لما إيه خارجين هم يحتفلوا بعيد الأصنام بتاعهم قال لهم إني سقيم، يعني سقيم هنا تحتمل معنى اني مريض مش قادر اخرج معاكم، وتحتمل اني سقيم يعني ايه؟ يعني مريض من افكاركم ومن عبادتكم، امرضتني. واخد بالك؟ تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى ده. وقول بل فعلوا كبيروا ماذا؟ لما كسر الاصنام وترك صنما واحدا كبيرا وضع القدوم على رقبته، فلما جاءوا بيسألوا من الكسر؟ قال لهم فاسألوه فعلوا كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. يعني علق الإجابة إذا كانوا ينطقون ويتحاورون وعندهم إرادة قد يختلفون، وبالتالي يكسرهم كبيرهم، وطالما لا ينطقون يبقى لم يفعلوا، فكيف تعبدون ما لا ينطق وليست له إرادة ولا يضر ولا ينفع؟ هذا من باب إقامة الحجة. أو فعلوا كبيرهم هذا يقصد إيه؟ أصبعه. قال فعلوا كبيرهم هذا وأشار بإصبعه الكبير الإبهام، وأشار به إلى الصنم، فهو يقصد إبهام يده الذي مسك به القدوم، وهم فهموا أنه يشير إلى الصنم. فتحتمل دي وتحتمل دي، كل دي احتمالات. وعلشان كده كذب الأنبياء ليس كذبا محضا، بل يكون له معان كثيرة يسموه من باب التعريض، له معنى صحيح ومعنى آخر غير صحيح. وواحدة في شأن سارة
فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة في أرض مصر. لما دخل مصر كان حاكم مصر رجل جبار ويحب النساء الجميلات، فستنا سارة كانت أجمل نساء عصره، زوجة سيدنا إبراهيم. فلما دخل سيدنا إبراهيم بزوجته سارة رأوا سارة، فأتباع الملك قالوا له ده احنا شفنا لك امرأة ما فيش أجمل منها، كويس. فأرسل الملك علشان يطلبها لنفسه الجبار ده. فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، لو قلت له أنا زوجته هيقتلني، لكن قولي له إنك أختي، وهو عارف أنه هيدعي لها وربنا هيكفيها شره مش هيقدر يقرب لها. فأراد أن يحمي نفسه وهي محمية بالثقة في الله، وده اللي حصل وتم بالفعل. لم يستطع أن يقربها الجبار، كل ما يجي يمد إيده عليها تتشل إيده، كويس. فقال لها إذا سألك فقولي أختي، يبقى أختي يعني في الإسلام في الإيمان، فما يحتمل المعنى، ويحتمل معنى التاني أنها أخته في النسب. يقوم الملك الجبار يفتكر أختي في النسب وهو يقتل أختي في الديانة، فهم؟ فأخبري أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. في الأرض هنا يقصد بها الأرض اللي دخلوها، لأن كان لوط مسلم بس في أرض الشام، يبقى في الأرض هنا ليس الألف واللام على الإطلاق على العموم ده، لا على التخصيص الأرض اللي احنا فيها دي. زي بقى الألف واللام قد تأتي وتفيد العموم وقد تأتي ولا تفيد العموم. فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه، فقال لو لقد كلم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، هي لما راح قدوها أتباع الملك سيدنا إبراهيم عليه يصلي يعني يدعو إن ربنا لا يمكن هذا الرجل منها ويحميها. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، يعني شلت مع ألم شديد، قالوا ألم شديد وشلت يده لم يستطع أن يمسها. فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت. فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت. فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين. فلما فقال ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، يعني فعل ثلاث مرات والثلاث مرات يحصل له كل مرة أشد من الأولى، لحد ما وعدها في المرة الثالثة إنها ترد له يده، يعني الحركة فيها بعدما فقد القدرة على الحركة، وألا يضره. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر، وادها هاجر هدية تخدمها. يبقى وهاجر دي كانت ضرب عليها الرق، وكانت أصلا بنت أمراء مصر، فلما مصر جاء هذا الجبار واجتاحها ضرب الرق على أمنا هاجر، وكانت هي بنت أمير مصر أو من أمراء مصر، وكانت من أرض صعيد مصر اللي هي من البهنسة، فصارت رقيقة عنده في قصره. فلما جاءت سارة، شوف إن ربي لطيف لما يشاء، يريد أنه يجعل هاجر دي لأبينا إبراهيم، تقوم إيه لطيف لما يشاء، فأعطاها هاجر هدية لها تخدمها. قال فأقبلت تمشي، فدخل ستنا سارة على سيدنا إبراهيم وهو قاعد كان يدعي والآن عليه. فلما رأى إبراهيم انصرف، يعني انصرف من دعائه، فقال لها مهيم ما خبرك حصل إيه، مهيم يعني قولي لي حصل إيه، يبقى مهيم يعني ما خبرك،
قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. ودانا كمان خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، لأن هاجر أنجبت إسماعيل وإسماعيل أبو العرب. باب من فضائل موسى صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. يبقى كان بنو إسرائيل في شريعتهم يعني ستر عورة الرجل من الرجل مثله أثناء الغسل ليست واجبة بل مستحبة. كانت في شريعتهم كده، فكانوا يغتسلوا قدام بعض كده، الرجالة قدام بعض في ايه، في الحمامات العامة يعني. سيدنا موسى طبعا الأنبياء يعملوا أفضل حاجة، كان لما يجي يغتسل يستتر، فقاموا بني إسرائيل على عادتهم طلعوا إشاعة قالوا لا يستتر إلا إن كان فيه عيب ومرض، يبقى أكيد في مشكلة. هو بيستتر ليه؟ يبقى قادر يعني عنده إيه؟ عنده مرض في خصيتيه، يعني يمتلئ ماء كده في الخصية يسموه قادر. قادر يعني إيه؟ عنده قيلة مائية هيدروسيل، وده مرض يعيب الرجال. فقالوا آه هو لا يستتر منا إلا لأنه قادر. على عدد بني إسرائيل لا تظن الظن الحسن في أنبياء وتقول أنه حيي ستير، لأنه الأنبياء يعني إيه يستحوا وأهل ستر ولا يحبوا أن يظهروا عورتهم. لا، ما ينظروش لأفعال الأنبياء من باب الكمال، بل ينظروا لأفعال الأنبياء من باب النقص. هكذا ديدا بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. سيدنا موسى راح يغتسل في مكان لوحده منفرد مختبئ حول الأشجار وحوله الأشجار، ووضع ثوبه وبيغتسل، الثوب على الحجر، الحجر جري، فجري سيدنا إبراهيم وراء الحجر وقال يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي، فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه أنه ليس بآدر، فأخذ ثوبه ولبس وضرب الحجر فترك فيه أثر. وده معنى آية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أدي معنى هذه الآية. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بأثر، يعني جري خلفه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، بيضرب الحجر لأنه إيه فر بثوبه بعقبه يعني. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى عليه السلام بالحجر ندب يعني أثر، كأنه جعل من شدة الضرب بالحجر أثر في الحجر وترك ندب يعني أثر. وعن أبي قال وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال أنبأنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا. وهكذا كل الأنبياء على فكرة، كان النبي إيه برضو إيه أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، هذا خلق الأنبياء. قال فكان لا يرى متجردا. قال فقال بنو إسرائيل إنه آدر. قال فاغتسل عند مويه. مويه تصغير ماء، أما تقول لك تصغير ماء تصغر وتقول إيه مويه، يبقى ماء تصغير مويه يعني عند ماء قليل يعني. فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ثوبي حجر ثوبي حجر،
حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربي فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. هذا الحديث أنكره كثير من المعتزلة، وإلى يومنا هذا كثير من الجماعة اللي هم بيقعدوا يعني يعتمدوا على نفسهم في فهم الأحاديث، يقول لك ما يصحش بقى، معقول يضرب ملك الموت ويرفع عينه؟ الكلام ده ما ينفعش. لكن لو هدأوا روعهم وفهموا وشرحوا يعرف معناه صحيح. لماذا؟ لأن ملك الموت دخل على سيدنا موسى في صورة إنسان بشر، ولم يعلموا سيدنا موسى أنه ملك الموت. دخل عليه حجرته فقال له: لما جئت؟ قال: جئت لأقبض روحك. طب انت لو واحد دخل عليك في أوضتك وقال لك كده: انا جاي أقبض روحك، وانت ما تعرفش ان ملك الموت، هتعمل ايه؟ مش هتدافع عن نفسك؟ فدافع عن نفسه، خصوصا ان كان سيدنا موسى كان مستهدف من كفار بني اسرائيل، وايضا مستهدف من ايه؟ من اعداء عصره. فلما قعد في حجرته وبص لقى واحد داخل له بشر، يقول له: انا جاي اموتك. طب عايز تتصور من انسان يعمل كده يعمل ايه؟ دافع عن نفسه، فلطم سيدنا موسى ففقع عينه. فراح ملك الموت الرب يشتكي، يقول له: بقى انت وديتني لنبي مرسل بيكره الموت. قال له: عرفه بنفسك، روح عرفه بنفسك الاول، انت رحت دخلت عليه في صورة بشر وما عرفتوش بنفسك. فراح ربنا رد له عينه، ودي عين مثال، لان ملك الموت خد بالك ليس في صورة بشر، فهو فقأ عين المثال وليس عين الملك، عين مثاله. فهمت بقى ازاي؟ فرده وقال له: روح له وعرفه بنفسك. فدخل عليه بعد كده ببشر في صورة بشر وقال له: انا ملك الموت، ارسلني اليك ربك لاقبض روحك، ولكن لما فقأت عيني في المرة الاولى ارسلني لاخيرك، ضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة عيش. قال له: بعد كده؟ قال له: بعد كده الموت. قال له: دلوقتي. يلا، يبقى دام الموت في الاخر بعد كده يبقى دلوقتي. فنام سيدنا موسى وقبض روحه، واوصى ملك الموت انه يدفنه رمية بحجر من الارض المقدسة. وهذا يدل على ايه؟ على استحباب الدفن في الاراضي الصالحة، واخد بالك، والوصية بها. والرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء مر على قبر سيدنا موسى عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر، وهو حاليا في أرض فلسطين على بعد حوالي 10 كيلو من القدس. وصلاح الدين الأيوبي بنى مقام كبير هناك لسيدنا موسى، هناك صلاح الدين الأيوبي على بعد 10 كيلو كده من القدس في الطريق للحمص، عند منطقة تسمى الكثيب الأحمر أيضا، وصار ايه؟ مسجدا كبيرا يزار، وفيه مقام لسيدنا موسى بناه صلاح الدين الايوبي بعدما اخذ ايه؟ وحرر بيت المقدس من الصليبيين. ربنا يزورنا ان شاء الله، ربنا يزورنا باذن الله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. وده يدلك أيضا على أن الملك إذا جاء في صورة بشر للنبي قد لا يعلم أنه ملك إلا إذا أخبر، لأن عارف أنت برضو سيدنا لوط لما جاءه الملك في صورة إيه؟ في صورة شباب، فخاف عليهم من قومه أن هم إيه؟ يفعلوا معهم الفاحشة،
دليل انه ما عرفهمش، مش كده برضو؟ يبقى الملك اذا جاء في صورة بشر للنبي قد يخفى على النبي انه ملك، ولكن النبي من خصوصياته انه كان يأتيه الملك في صورة بشر ويعرف انه ملك من غير ما يخبره. يبقى النبي كان له خصوصية ليست موجودة في سائر الانبياء. الانبياء كان لو جالهم الملك في صورة بشر لو لم يخبرهم ما يعرفوش. سيدنا ابراهيم لما جاءه الملائكة راح عمل لهم ايه؟ ذبح لهم عجل حنيف وشواه. لو عارف انه الملائكة، ما الملائكة ما بتاكلش، ما كانش عمل العجل، فدل على انه كان يظن انه بشر. وجاءت ابراهيم رسلنا بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، يعني انا مش عارفكم، واخد بالك؟ وراغ الى اهله وجاء بعجل حنيز وذبح لهم كمان ياكلوا. يتهلينوا سيدنا ابراهيم ما عرفهمش برضه لما جم في سوره بشر. يبقى ممكن الملك اذا جاء في سوره بشر النبي لا يعرفهم، كما لم يعرفهم سيدنا ابراهيم، وكما لم يعرفهم سيدنا لوط ايضا لما جاء ملك الموت في سوره بشر لسيدنا موسى لم يعرفهم. فلما اخبره عن نفسه بعد ذلك استسلم لقضاء الله ورضي بقضاء الله. اما الاول طالما لا يعرفه يقول له انا هقتلك او هموتك، يبقى واجب الانسان في الحاله دي ان يدافع عن نفسه. فهمت؟ ففعل الواجب عليه ان يدافع عن نفسه فلطمه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له اجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقاها، قال فرجع الملك الى الله تعالى فقال انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال فرد الله اليه عينه وقال ارجع الى عبدي فقل الحياه تريد، فان كنت تريد الحياه فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره من شعره فانك تعيش بها سنه، قال ثم مه، قال ثم تموت، قال فالان من قريب ربي امتني من الارض المقدسه رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وعن أبي قال وده موجود على طريق أريحة، أريحة القدس، يعني وانت ماشي جاي من القدس على أريحة كده هتلاقيها على جانب الطريق في الصحراء كده مقام سيدنا موسى في منطقة تسمى الكثيب الأحمر. قال أبو إسحاق حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بمثل هذا الحديث. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، شك عبد العزيز، يهودي في سوق المدينة بيبيع ويشتري مع بعض فتعرض عليه سعر ما عجبوش، قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، يعني لا مش هبيع بالسعر ده، وبيحلف بالله بيقول والذي اصطفى موسى على البشر. طب اما يقول والذي اصطفى موسى على البشر لواحد مسلم كأنه بيقول ان سيدنا محمد مش مصطفى، ففهم منه المسلم انه بيعيب في النبي. فهمت ازاي؟ يريد ان يغمز بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، قال فسمعه رجل من الانصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى على البشر ورسول الله بين اظهرنا؟ يبقى فهم ان هو يريد انه ايه؟ يعني ايه؟ ينتقص النبي بطريقه غير مباشره. قال فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم ان لي ذمه وعهدا، وقال فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه؟ قال قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب وفي وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين الأنبياء بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، تفضيل يفضي إلى الانتقاص. يبقى هنا لا تفضلوا بين الأنبياء أي تفضيلا يفضي إلى انتقاص البعض، فالكل كمل
فهمت بقى ازاي؟ اذا اردت ان تتكلم على الانبياء تكلم بكل الاحترام، ولا تنتقص احد انتقاص يفضي الى انك تستشعر انه ادنى حالا من غيره، هذا لا يليق، لانهم هم اهل كمال. لكن الله سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفضيل من الله، يفضل من يشاء على من شاء، ولكنك ايها البشر لا تفضله تفضيلا يفضي الى الانتقاص، فياتي المسلم يفضل سيدنا محمد فينتقص انبياء بني اسرائيل، ويجوا بني اسرائيل يفضلوا انبياءهم فينتقصوا سيدنا رسول الله، ما يصحش. هذا تفضيل يعاد. قال لتفضلوا بين انبياء الله فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. قال ثم ينفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث او في اول من بعث. فاذا موسى عليه السلام اخذ بالعرش فلا ادري احوسب بصعقة يوم الطور او بعث قبلي. يعني دي من منقبة من مناقب سيدنا موسى. اول من تنشق عن الارض يوم القيامة سيدنا رسول الله، فاول من تنشق عن الارض يجد موسى. هل بعث قبله ولا بعث معه ولا في لحظة بعد النبي؟ كل ده ليبين مقامه انه له خصوصية. لكن المعلوم ان النبي هو اول من تنشق عن الارض يوم القيامة على الاطلاق. لكن ممكن يكون سيدنا موسى يليه، فالنبينا عندما يلتفت يظن انه قد بعث معه، واخد بالك ازاي؟ لكن هو اول من تنشق عن الارض، حتى يبين فضيلة لسيدنا موسى زائدة عن سائر الانبياء، حتى لا ينتقص من المسلمين بسبب وجودهم مع اليهود الذين لا يؤمنون بدعوة نبينا. فيبقى كراهيتنا لليهود الكفار لا تجعلنا ننتقص سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى هم ينتسبون إلى هذا، لا يجعل المسلم يفعل ذلك أبدا. نحن نؤمن بجميع الأنبياء، نحترم جميع الأنبياء، ولا ننتقص أحد منهم، بل انتقاص واحد من الأنبياء عندنا في شريعتنا كفر، فهم؟ وليس معصية فقط، ده كفر، خروج عن الملة. ولذا أمة النبي تحترم الأنبياء جميعا، وتؤمن بالأنبياء جميعا، وتوقر الأنبياء جميعا. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه السلام، من حيث أصل النبوة، من حيث أصل النبوة، فالنبوة أصلها واحد وهو الوحي والصدق، فأصل النبوة كده. ليه بقى ذكر يونس بالذات؟ علشان يونس في القرآن ربنا بيقول للنبي ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. يعني اوعى تبقى زي صاحب الحوت، كأن صاحب الحوت عمل شيء لا يليق، فممكن واحد يفهم من الآية دي أنه فعل ما لا يليق، فهمت بقى ازاي؟ وفي الحقيقة أنه يعني لا تكن كصاحب الحوت، أي تجتهد في أمر يأتيك فيه وحي، لأن سيدنا يونس اجتهد فهاجر قبل أن يؤذن له بالهجرة. عندما يأس من إيمان قومه اجتهد وقال إذا لم يؤمن هؤلاء أهاجر إلى ربي حتى أدعو غيرهم لعل الله يهدي بي أقواما آخرون، من باب الاجتهاد. فربنا عاب عليه أنه لم ينتظر الوحي، فهو لم يفعل خطأ أصلا سيدنا موسى، لكنه سيدنا يونس، لكنه كتب على نفسه الهجرة قبل أن يكتب الله عليه، فهمت ازاي؟ وهذا كان الأولى أن ينتظر الوحي. وعشان كده الرسول أذن للصحابة بالهجرة وانتظر هو في مكة حتى يأذن الله له، تنفيذا لقول الله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. يعني لا تهاجر إلا أن أذن لك بالهجرة، بالرغم أن النبي أذن للصحابة كلهم بالهجرة، هو مكث في مكة حتى أذن الله له فإيه فخرج. يبقى سيدنا يونس لم يفعل ذلك انتقاصا من حقه، ولكن اجتهادا، واجتهاده خالف الأولى، ما كانش اجتهاد خطأ برضه، لكن خالف الأولى. الأولى طالما يوحى إليك أن تنتظر حتى يأتيك الوحي، والأولى ألا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه، فهمت؟ هذا من باب إيه؟ فعل الأولى. بعض العلماء فهموا الحديث بطريقة تانية، زي سيدنا أبو بكر بن فورك قال ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، يعني في رواية لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني معناه أن معراجي كان فوق السماوات العلى، ومعراج يونس بن متى كان في بطن الحوت، فكان يونس في بطن الحوت قريب من ربه كقربي من ربي وأنا عند سدرة المنتهى،
فلا تظن أن الله في جهة. فالقرب قرب مرتبة وقرب مكانة وليس قرب مكان، فهمت؟ وعلشان كده سيدنا أبو بكر بن فورك قال أن هذا الحديث يدل على نفي الجهة، حيث أن موسى أن يونس وهو في بطن الحوت كان من في قرب القرب من مولاه كقرب سيدنا محمد من مولاه وهو عند سدرة المنتهى، لأن الله لا يحده مكان سبحانه وتعالى، ولكن الموضع موضع النبي وليس موضع الله، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط ولا يحاط به علما، فهمت؟ فاستنبط منها سيدنا ابن فورك أنها تدل على نفي الجهة، لأن معراج سيدنا يونس وقبول دعوته كانت وهو في بطن الحوت، ومعراج نبينا كان عند سدرة المنتهى. ففي بطن الحوت شوف في إيه منخفض قد إيه، وكان قريب من ربه حال انخفاضه، كما أن سيدنا محمد كان قريب من ربه حال ارتفاعه، والقرب في إيه من هذه في الحالتين سواء، وبالتالي هذا فيه نوع نفي جهة، فهمت المعنى؟ ده رأي بعض العلماء يعني في المسألة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بهذا الإسناد سواء. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين، قال فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، يعني لا تخيروني على موسى عند بني إسرائيل حتى يظن أننا ننتقص موسى، فهمت إزاي؟ يبقى لا تخيروا النبي، يعني لا تفضلوه عند اليهود حتى لا يظنون من كلامكم أننا ننتقص موسى من خلال تفضيل النبي، لا، هذه الطريقة لا تليق، هذا الأسلوب لا يليق بالمسلم، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وساق الحديث بمعنى حديث الزهري غير أنه قال فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان اللي هي صعقة الطور اللي هو عندما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أن أنظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دك وخر موسى صعق، هنا بقت صعقة الطور. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، قلنا لا تخيروا بين الأنبياء تخييرا يفضي إلى انتقاص البعض. وفي حديث ابن نمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أتيت، وفي رواية هداب، مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وعن أبي قال: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا قال وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره. دل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأنهم يعبدون الله عبادة تشريف لا عبادة تكليف، فالأنبياء أحياء في قبورهم. مررت على موسى وهو يصلي في قبره. وزاد في حديث عيسى: مررت ليلة أسري بي. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.